احساس وحش قوي ان انت تقعد تصور اكتر من نص ساعه وفي الاخر خلاص الحمد لله الفوتج كلها ما تتسيفش. ده يمكن تالت مره اصور الفيديو ده. الفيديو بتاع النهارده ده معانا فيديو حصري للبيج رامي على قناه كي او سكواد، لسه نازل من شويه، هنناقشه مع بعض وهنشوف ايه التطورات الجديده اللي حصلت. فيلا بينا نبتدي. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار معاكم؟ ايجو ده ميجو فات فورمتك في البيت. لو دي اول مره تشوفي فيها، فانا اسمي ماجد وبتمرن في البيت بقالي اكتر من 10 سنين، وفي الفيديو ده هنعمل ريفيو للفيديو الجديد لكابتن بيج رامي، فيلا بينا نشوفه سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الاول حابب اعمل شويه حاجات. نبدا الاول نقول نبارك للبطل اللي فاز بالبطوله. الله عليك، الف مبروك. فخر العرب والله يا جماعه، الروح الرياضيه. يعني بداية كده انت راجل كنت متوقع ان انت تاخد اول، خدت مركز خامس، بتبارك للناس اللي خدت مركز اول. الروح الرياضية عنده عالية جدا يا جماعة، والتسامح عنده مش ممكن والله العظيم، زي ما هنشوف مع بعض في الفيديو ده. فتعالوا نكمل سوا. مبروك لكل المحترفين اللي طلعوا على مسرح مستر اولمبيا، انا سعيد جدا ليهم وكلنا قدمنا مستويات امبارح. احنا مبسوطين بيك جدا والله يا كابتن، جدا مبسوطين ان احنا عملنا ده. النقطة الثانية اللي أنا عايز أنقليها على طول، إحنا كنقطة خاصة بالناس اللي بتعتبر إن رامي خسر، فأنا يا جماعة كابتن رامي ما خسرش، ولو الواحد ما خسرش او لو الواحد ما كانش فيه سيت باكس فهو مش هيتعلم ومش هيتطور. يعني دينا شفنا اللي حصل في تقريبا في 2018 لما خد مركز سادس، وبعد كده بعدها بسنين بس باذن الله ما شاء الله يعني الكيرف بيبتدي يزيد تاني. فانا شايف ان الحياه كلها ابس وداونز، طلوعات ونزولات. انا مش شايف بصراحه ان هو خسر. الناس اللي بتهاجمني وبتقول لي انت بتقولي على كابتن بيج رامي وانت مين وانت مين، يا جماعه ده ابن بلدي وحبيبي وبعشقه لله في الله. ف مش عارف انتوا بتهاجموني ليه بصراحه. انا الراجل ده يعني مش انا بس على فكره، يعني الوطن العربي كله والمصريين بصفه اخص، الراجل ده بالنسبه لنا بيعني لنا الكثير جدا. الراجل ده اسعدنا كتير جدا ودخل الفرحه في قلوبنا لسنين وسنين ولسه بيدخل الفرحه في قلوبنا. يعني كون ان انت دخلت مستر اولمبيا اصلا وخدت مركز خامس، فده في حد ذاته اصلا انجاز في التاريخ اللي الراجل ده عمله، ولا حد هيعمله ولا حد هيجي بعده هيعمله. يعني ده غير قواعد اللعبه وعرف العالم يعني ايه مصريين، ويعني ايه تحط البصمه بتاعتك وتقول للعالم انا مصري واخد مستر اولمبيا سنتين ورا بعض، وبعد كده اخد خامس مش مشكله. يعني ايه خامس يعني، وان شاء الله هتطور واحسن. يا جماعه انتوا مش متخيلين ان هو من تاني يوم بعد مستر اولمبيا طالع على جهاز الستير ماستر عشان يلعب الكارديو وبيتمرن في الجيم زي ما هو هيقول دلوقتي. فالراجل ده مصدر فخر وحماسه وسعاده لينا كلنا، مش لمصريين بالاخص بل للعرب كعامه. تعالوا نكمل الفيديو مع بعض. انا مريت بخساره ومكسب كتير في حياتي، اكيد خليني رامي مستر اولمبيا مرتين دلوقتي. اكيد عندي تجربه مهمه جدا في حياتي. في 2018 خسرت وطلعت المركز السادس بالظبط. كل الناس قالت رامي خلاص ده. انا مش عندي مسؤوليه لوحدي طبعا. انا عندي تراك شعب كامل، ناس كتير جدا، بلد كبيره جدا، شعب كبير جدا، ناس حلمت فيا وناس صدقت فيا وناس ثقتهم هي اللي رجعتنا نرجع الستيج واكسب مرتين مستر اولمبيا. النهارده ربنا ما ارضيش التوفيق، ودي الرياضه لازم انا اقبل بيها المكسب والخساره. لكن انا مهم جدا اقول للناس انا لسه مش ميت، انا لسه عايش. بعد الشر يا كوتش، لسه عندي اللي جوايا يقدر يخليني اكمل لحد اخر نفس، لحد اخر لحظه. الكلمه دي صعبه قوي، لان انا على قد ما انا مبسوط ان هو ما شاء الله الحماس واخده قوي، وان هو بدا يحضر لمستر اولمبيا 2023 من النهارده او من تاني يوم بعد الاولمبيا على طول. الناس على فكره بعد الاولمبيا ولا بعد الماتشات يا جماعه بتفتح اكل يا باشا لمده شهور قدام، يقول لك يا عم كفايه بقى اكل دايته، كفايه اكل مقرف، خلي الواحد ايه يشوف حياته ودنيته. الراجل ده مش كده، الراجل ده قرر من تاني يوم على طول ان هو يبتدي يحضر ل 2023 عشان حاسس بالمسؤوليه وحاسس ان هو متضايق من جواه ان هو ما فرحش الشعب بتاعه وما فرحش العرب بصفه عامه. ف مش عارف اقول لك ايه يا كابتن والله. انا اقدر ان شاء الله باذن الله نرجع وناخد اللقب تاني باذن الله. على قد ما انا مبسوط من الكلمه دي، على قد ما انا خايف ومرعوب من جواه، لان انا عارف معناها ايه، عارف قد ايه هيبقى فيه منشطات اكتر، دوسجز اعلى، تحميل على الكبد، على الكليه، على القلب لا قدر الله. فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يديلك الصحه يا كابتن رامي قبل اي حاجه،
انت فرحتنا وتفرحنا وهتفرحنا، فمش شرط يعني ان انت هتفرحنا بمستر اولمبيا، وجودك كفايه والله يا كابتن رامي، وصحتك اهم حاجه في الدنيا دي كلها، زي ما شفنا يا جماعه كابتن حسن مصطفى لما الدكتور قال له بس في تشانس 1% ان انت ممكن صحتك تضر، قال لك خلاص يا باشا انا مش هخش الاولمبيا، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وخد ستيب باك. عارف ان انت عشان تكسر وزن او علشان تكسر حاجه انت ما وصلتلهاش قبل كده، ده معناه ان انت هتعمل مجهود اكبر. اه طبعا، بس للاسف للاسف كبروفيشنال بادي بيلدر لازم تزود الجرعات بتاعتك، وده طبعا بيبقى ليه تاثير سلبي جدا على صحتك كعامه. تعالى انا ما عنديش اي شك ان طول ما الانسان عايش ان شاء الله ربنا يقدره ويوفقه ان يقدر يعمل حياه مهمه جدا لحياته. الخساره من طالما مش موتاك، ما انت ما متش خلاص، صح، ان شاء الله هتخليك تقدر اقوى. ترجع وترجع اقوى من في مثل بيقول لك ايه، what doesn't kill you makes you stronger. الحاجة اللي مش بتقتلك او مش هتقتلك ما موتكش، الحاجة دي هتخليك اقوى. وده بالظبط بينطبق على المثل اللي احنا فيه دلوقتي ده. فالمثل ده عرف بس البيج رامي وعرفنا احنا كمشاهدين ان الستيج بقى مليء بالعمالقة بكثافة عضلية رهيبة، كان شفاه بوسط صغير، فده هيبقى دافع ليه ان هو ان شاء الله السنة اللي جاية واللي بعدها واللي بعدها يجيب باكج محترمة جدا ويرجع تاني التايتل تاني ان شاء الله، مستر اولمبيا تبقى مصرية للمرة الثالثة. دي مش نهاية العالم، مش نهاية العالم، وأنا مصدق ده جوه نفسي. أنا المفروض من امبارح وأنا عندي الحماس امبارح ده إن اللي أنا هو كان أقف مع اولمبيا، الخليج وأقول لكم أنا مش ميت، انتوا متخيلين؟ أنا لسه رامي بإذن الله، بإذن الله، وإن شاء الله هقدر أفايت تاني وأكون جامد جدا السنة الجاية بإذن الله من النهاردة. أنا أوريدي لسه مخلص تمرين، الله لكن الموضوع الله، مش فاضي إن أنت تبدأ النهاردة، خلص تمرين تاني يوم على طول بعد الأولمبيا يا جماعة. تبدأ بكرة. المهم إيه جواك، مظبوط إرادتك عاملة إيه، وعقلك مظبوط، بيفكر إزاي. أنا تفكيري طول الوقت إن إن شاء الله طول ما ربنا عطيني نفس في حياتي لازم أفضل أنجز فيه. أنا فخور باللي عملته الحمد لله، كلنا لله فخورين والله. دعمكم وفضل الله ثم قبل أي شيء. وأنا مستني في الفترة اللي جاية أقدم لكم وأرجع أدفع راسكم زي ما كان ربنا مقدر ليا إن أنتوا تفرحوا بيا في سنين طويلة. أنا والله يا كابتن احنا فرحانين بيك قبل اي حاجة، انت حتى لو ما دخلتش مستر اولمبيا اللي انت عملته ده زي ما قلت لكم يا جماعة محدش اصلا قبلك ولا بعدك هيجي يعمله. مقرر جدا ان انا اكمل، مقرر جدا ان انا افضل موجود على طول ما فيا نفس، ان انا احقق لكم احلامكم فيا، وان انا ما اموتش احلام كل الناس الابطال اللي بيحلموا زيي. يا احنا لازم لهوي يبقى عندنا رامي واثنين وعشرة والف، وان شاء الله هيبقى عندنا باذن الله. الراجل ده مش بس مثل يحتذى بيه يا جماعة، الراجل ده حاجة كبيرة قوي لينا والله يا جماعة. احنا بجد بنحبك يا كابتن رامي لله في لله، يعني انت مش بس مثال، انت قدوة وأب ومصدر سعادة وبهجة لينا، سواء انت والله العظيم بجد من قلبي، سواء انت دخلت مستر اولمبيا ما دخلتش مستر اولمبيا، احنا بنشوفك كده بنبتهج. فالحمد لله قدر الله ما شاء على كابتن رامي، وربنا يديلك الصحة والعافية بس اهم من اي حاجة في الدنيا ديت، وترجع ان شاء الله تاني زي الاول واحسن، وتاخد التايتل دي من اول وجديد. النقطة الأهم بصوا بقى يا جماعة الحتة الناس الجاية دي، بصوا بتنتقدني، أنا جدا من صدر رحب بصوا بيهم، يا جماعة، وبجد أنا بتعلم منهم. أنا ما عنديش يا أي مشكلة مع أي لهوي، حد إلا بس الخوض في العرض، أنا مسامحكم لله وعين. بصوا يا جماعة، يعني كمان الناس اللي بتنتقده بيقول لك انا بتعلم منكم، شوفوا السماحة اللي عنده عاملة ازاي. وكمان مش بس كده، الناس اللي بتخوض في عرضه وبتشتمه انا مسامحهم لله. يا اخي انت والله العظيم حاجه كبيره قوي يا كابتن رامي، بجد والله انت حاجه كبيره جدا 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 ومثال لينا كلنا. اللي كنا بنتكلم فيه انا يعني يا رب بالتوفيق ليهم يا لهوي يا جدعان، وربنا يفتح حالهم واتعلم منهم، اوف والغلط انا ان شاء الله يعني مسامح فيه، ان شاء الله ربنا يقدرني اقدر ان انا اقدر اسامح واقدر ادي الناس يعني اللي اتعلمناه من ديننا ان احنا الله نسامح. الله الله عليك يا كابتن والله. نقطة مهمة جدا، أنا بجد شكرا ليكم، أنا ما قدمتش حاجة في السنة اللي فاتت، ولا هقدر أكمل إلا بدعمكم، ولا هقدر أكمل وأحس إن أنا أقدر أرجع على الستيج تاني إلا وأنتوا في ظهري. يا كابتن احنا في ظهرك ودايما في ظهرك ودايما دايما دايما وراك، احنا بنحبك قوي يا كابتن انت مش متخيل والله العظيم. والاولمبيا بدونك لا تعني شيء، احنا انت لو ما دخلتش الاولمبيا اصلا احنا كعرب اصلا مش هنبص، we don't even care about اولمبيا، يعني مع احترامي الشديد fuck the اولمبيا without you.
الاولمبي يعني كابتن بيج رامي، يعني احنا اصلا بنسهر وبنفضل مطبقين لتاني يوم علشان تفرحنا وتدخل الفرحه على قلوبنا ونشوفك بس ان انت طالع على الستيج. فدي بالنسبه لنا فخر لينا كمصريين وكعرب كعامه. ده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم يا جماعه. ما تنسوش تشتركوا في القناه، عايزين نفعل كده جرس التنبيهات يا جماعه، بحيث ان انا لما انزل لكم فيديو يحصل بقى رياكشنز زي زمان وانتر اكشنز، وناس تعمل لايكس وكومنتس وتشيروا الفيديو علشان القناه تجيت اكسبوز للناس اكتر وتعرفوا اليوتيوب ان احنا يعني بنعمل كونتنت وكده. فبجد يا جماعه شكرا ليكم جدا ولدعمكم، وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجايه.